Working with maps layers. ازاي اشتغل جوه اللايرز بقى نفسها؟ يعني عندي مثلا رودز، عندي بيلدينجز، عندي اللايرز اللي عندي ديت، بعد اشتغل جواها فاقول له دايمنشن بي ام اكس دوكيمنت على انها از اي ام اكس دوكيمنت، واعمل لها سيتنج على انها ابلكيشن دوكيمنت، خلاص شال اسم الدوكيمنت بتاعتي. دايمنشن بي لاير از اي لاير، دايمنشن بي لايرز از اي انوم لاير، يبقى دي كده شال البي لاير، شال اللاير واحده، البي لايرز شال مجموعه اللايرز اللي عندي جوه الماب، ودايمنشن بي ماب از اي ماب. سيت البي ماب ديت بتساوي بي ام اكس دوكيمنت دوت فوكس ماب، هياخد الفوكس ماب اللي هي الاكتيفيتد. بعد كده سيت البي لايرز بتساوي بي ماب اللي هي الفوكس ماب ديت دوت لايرز، هشيل كل اللايرز اللي تحتيها. وبي لاير هي ايكوال بي لايرز دوت نيكست، هيقف عند اول لاير عندي. واقول له مسج بوكس بي لاير دوت نيم، هيظهر لي اول لاير نيم عندي موجوده جوه اللايرز. دو انتل لوب، لوبينج ثرو لايرز، انا عايز اعمل لوبينج ثرو لايرز. فعندي بعرف دايمنشن بي لاير از اي لاير، دايمنشن بي ماب لايرز از اي انوم لايرز، وبعد كده دايمنشن بي ماب از اي ماب، عرفنا الدايمنشن دي كلها. بعد كده دايمنشن بي ام اكس دوكيمنت از اي ام اكس دوكيمنت. بعد كده بقول له سيت البي ام اكس دوكيمنت بتساوي ابلكيشن دوت دوكيمنت، فاخد اول الدوكيمنت بتاعتي. بقول له بعد كده سيت البي ماب هي البي ام اكس دوكيمنت دوت فوكس ماب هي اللي اكتيفيتد. بعد كده سيت بي ماب لاير، بي ماب دوت لايرز، ياخد كل اللايرز اللي عنده. وبعد كده سيت بي لاير هي لاير واحده، بي ماب لايرز دوت نيكست، يقف عند اول واحده. ودو انتل، دو انتل ايه بقى؟ افضل اعمل اشتغل في اللوب دي لحد امتى؟ لحد البي لاير اللي هي عامله زي بفر كده شايل اسامي اللايرز اللي جواه، بي لاير از نوثينج، يفضى خالص. فبيعمل ايه بقى؟ بقول له مسج بوكس بي لاير دوت نيم، يظهر اسم اللاير. وبعد كده سيت البي لاير دي، خد اللي بعدها بي ماب لاير دوت نيكست، وهكذا لحد ما يخلص البفر او اللايرز كلها. طب الدو لوب فانكشن، اف مسج بوكس جوه الدو لوب، اف المسج بوكس دي قلت له ستوب مسج بوكس then exit الدو، لو ما كانش مسج بوكس نوت بريك ويز يس. دي كده اكزامبل للدو لوب.